الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نحكي عن جملة السويتش، الكنترول سويتش. والكنترول سويتش يعني مربوط بمسألة مربوط بالكويرد اللي اسمه كيس، فبيسموه كده سويتش كيس، واكيد هي عدت عليكم لو كنتوا اشتغلنا مثلا فيجوال بيزك او اي لغه من لغات الاو او بي سي بلس بلس، هتلاقي الموضوع بتاع السويتش ده بيكون موجود معاك. ولمن لا يعلم موضوع السويتش، هو يعني مشابه بنسبه كبيره للرول اف، يعني لو حصلت حاجه حاول تنفذ لي شيء معين. طيب خلينا نقول سطر كده هيلخص لنا جملة سويتش التقطير النظري قبل ما ندخل على الجانب العملي بتاعها. JavaScript uses the switch control to determine a choice from a list of possibilities. JavaScript بتستخدم الكنترول سويتش علشان تحدد اختيار معين من مجموعة من الاختيارات المتاحة او possibilities من الاحتمالات المتاحة. خلينا نضرب مثال كده، بنقول والله يا جماعة لو واحدة رايحة مشوار والحمد لله لبست هدومها، وقفنا عند نقطة معينة، هو لسه هتروح المشوار ولبست وتمام وزي الفل، بس ايه محتاجنا مؤاخذة تختار الجزمة اللي هتطلع بيها المشوار ده. جميل؟ اوكي. فهتسأل نفسها سؤال، يعني انه واحدة من دول من الجزم اللي معايا راح تمشي على الطقم اللي انا لابسه او اللي انا لابسها. ده طبعا داخل دايره مقفوله على الاحذيه اللي معاها هي، ها يعني ايه انه جزمه من اللي معايا دول هيمشي مع الطقم اللي انا لابسها. فبتسال نفسها يا جماعه سؤال واحد وواحد بس، هو ايه انه واحده من دول تناسبني؟ والإجابة بتكون إجابة واحدة واحدة بس، يا دي يا دي يا دي يا دي، بعكس مثلا الكلام بتاع رول اف واللي احنا مش راح نحكي فيه. تمام؟ ده بالنسبة للاستخدام بتاع جملة سويتش على وجه التحديد، ان انت عندك مجموعة من الاحتمالات المتاحة وعايز تختار واحد بس منه. طيب اوكي جيد، خلونا نفتكر بس نراجع بشكل سريع الرول اف، وده مثال غير قياسي لاستخدام جملة اف بصراحة، يعني اف اعمق من كده بكتير. كنا عرفنا متغير وسميناه نم، المتغير ده بنقول والله لما قيمة نم، ها لما قيمة نم تطابق، ها ماشي نقول تساوي 1 اكتب لي مش عارف ايه، لما تساوي 2 else if ها اكتب لي مش عارف ايه، لما تساوي 3 اكتب لي مش عارف ايه، لما else خلاص اكتب لي مش عارف ايه. فبالتالي كده هو كاتب لك نوت فاوند عشان انت مش كاتب حاجة. لو انت قلت له مثلا 1 فايه هتلاقيه هو كتب لك 1 كده. والحقيقة انك بتحاول تختار حاجة من حاجات موجودة، يعني 1 2 3 او not found، انت بتحاول تختار حاجة من ضمن الحاجات الموجودة. فعشان كده بيجي البرويالتي لمسألة السويتش كيس. طيب ننوم السطر ده كده ونشوف موضوع السويتش كيس. في الاول بيقولوا لنا في مكتبات MDN ان السويتش كيس هيجمع عليها 3 بارامترز. اولا الشكل العام ليها بتمشي ازاي، خلونا نصح السطر الجميل ده كده او مجموعه السطور دول. انا معرف متغير اسمه نم، وخليني كده ايه اشيل القيمه بتاعه، بفتح سويتش، بكتب سويتش، وبعدين من بين الاثنين بارينثيسز ها ببتدي اكتب اول بارامتر اللي هو بيكون عباره عن الاكسبريشن، وده اول مكون. الاكسبريشن ده في تعريفه ان اكسبريشن هوز ريزلت از ماتشد اجينست ايتش كوز كلوز، يعني ده عباره عن الشارت او التعبير اللي هو هيكون موجود في واحده من ضمن الحاجات دول، واحده من ضمن البوسيبيليتيز دول. تمام؟ ده بالنسبه للاكسبريشن. بعدين كيس، بعدين 1 كيس 1 اللي هي ده بيسموه فاليو 1، وده عباره عن ايه؟ ده اوبشنال طبعا، يعني ده عباره عن حاله من ضمن الحالات اللي ممكن قيمتها بتساوي قيمه الفاريبل اللي موجود فوق، او ممكن ما بتساويهوش. في حاله ان القيمه دي بتساوي الفاريبل ده اكتب لي السطر ده، في حاله انها مش بتساويه دور تاني على الحاله تانيه، الحاله التانيه بتساوي السطر ده نفذ لي السطر ده. او طبعا ممكن يكون سطر وممكن يكون مجموعه من الاسطر وممكن يكون بلوك كود، او حتى بيقول لك ستيتمنتس
جمل بتتنفذ لما ايه؟ لما الاكسبريشن ماتشز، لما الفاليو دي بتمشي مع او بتحقق الاكسبريشن ده. اول فاليو مش اول يعني الفاليو اللي بتحقق الاكسبريشن راح ينفذ لك مجموعه الستيتمنتس المكتوبه تحت منها. حلو الكلام؟ جميل. وبعدين انت ملاحظ ان في كلمه بريك 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 بريك، ده معناه ايه؟ الفايده بتاعت بريك يا جماعه كل القضيه بتاعته انه بص انت دات 1 انت بتدور على 1، لقيت 1 خلاص طالما لقيته نفذ السطر بتاعه وما تدورش تاني جوه جمله السويتش، اطلع بره المولد ده وكمل بقيه السكريبت. دي فايده وجود بريك. لكن لو بريك ما كانتش موجوده وهنقصر المفهوم ده مره تاني، هتلاقي ان البرنامج بعد ما يميت، بعد ما يلاقي الكلمه اللي ماتش بيكمل تاني برضو يدور في الثانيه والثالثه والرابعه، والكلام ده بيستهلك من البارسنج لكود الجافا سكريبت ومن وقت التصفح والاستعراض. تمام اوكي. وبعدين بيقول لك في حاجه اسمها الديفولت تحت. الديفولت ده زي بالظبط يعني بامر مشابه مساله إلس، يعني لو ما لقيتش، في حاله اني ما لقيتوش هعمل ايه؟ هنفذ لك الديفولت. حلو؟ طيب إيه يلا كده ننفذها بالراحه. يعني انا مثلا ايه؟ هكتب دلوقتي مثلا فيها كلمه 1. 1 ديت عباره عن ايه؟ عباره عن واحده من ضمن الاحتمالات المتاحه. ها؟ يعني هو هيعمل ايه؟ هيقول لك سويتش. ماشي ماشي اوكي. ايه؟ نم. نم ده عباره عن فاريبل. الفاريبل ده فيه ايه دلوقتي؟ فيه القيمه 1. حلو. هروح انا حاطط القيمه 1 هنا. وابص حطيت انا دلوقتي القيمه 1. جميل. ابص على الكيس. الكيس ده بتاع مين؟ ده عباره عن انستنس اوف، عباره عن حاله من حالات السويتش. ايه الحاله دي فيها ايه؟ فيها الفاريبل اللي اسمه نم ده واخد القيمه 1. طب هل القيمه دي مشابهه للقيمه اللي واخدها نم؟ فيلاقي لك اه دي مشابهه، فيروح ينفذ لك الكلمه اللي انت او السطر ده اللي هي 1. طب اوكي ما لقيش بقى وعملت كنترول اس، هنفذ لك اخر سطر. بص يا سيدي عمل ايه؟ بص دخل السويتش نم. اه خلاص انت عايز نم؟ نم. جميل. ده في ايه؟ في مفيش اي حاجه. طب الكيس الاولانيه في كلمه 1، الكلمه اللي عندك في نم زي اللي عندي؟ لا مش عندي. طب انزل على الجمله الثانيه. الكلمه اللي عندك زي اللي عندي؟ لا انزل على الثالثه. الكلمه اللي عندك زي اللي جوه؟ لا. طب انزل على الديفولت. الديفولت ده بقى لو انا لو ولا واحده من دول اتحققت فرح هيكتب لك نوت فاوند. تمام. لو انا مثلا جربت 2 كنترول سي وحطيتها بكنترول في عملت كنترول اس هنفذ السطر بتاع 2. بص يا سيدي سويتش كيس سويتش عايز مين؟ عايز حاله نم. نم ده ماله؟ مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه 2. خلاص طيب ماشي نمشي على الكيس الاولانيه. هل مكتوب فيه الكلمه دي؟ فيروح يبص يعوض عن يشيل 1 ويحط يقارنها بالموجود 1 ب 2 زي بعض؟ لا مش زي بعض، يبقى الكيس دي ما اتحققتش. انزل على الكيس اللي بعد منها 2 دي زي ال 2 اللي عندك زي بعض؟ يقارنهم كده اه زي بعض خلاص حققت تمام كده. انزل وعشان انت كاتب له كلمه بريك ما تدورش تاني خلاص انا لقيتها يعني. تمام. ده بالنسبة لي مثال. خلينا بس ندي برضه مثال تاني على الموضوع ده بالأرقام. يعني أنا كنت مستخدم سترنجات فالأرقام ممكن تكون أسهل. يعني أنا بقول برضه نفس السيناريو var num بتساوي 2 وأقول للسويتش قيمة دور على قيمة السؤال دور على قيمة num. حلو جميل. الكيس الأولاني القيمة بتاعت الفاريبل ده بواحد. خلاص ماشي اوكي. عوض يا سيدي اول حاله بواحد. واحد هل هو نفس القيمه اللي موجوده هنا؟ لا مش موجوده هنا. فخلاص الموضوع ده كده مش راح يتحقق. يعني ان تمام يبقى خلاص نزل على الكيس الثاني بكام؟ باثنين. طب الاثنين دي زي الاثنين دي؟ اه. فانا عملت كنترول اس دلوقتي هنفذ لي 2 نفس السطر ده. وهكذا. طبعا في السترنجش انا ببقى محتاج اني احط دبل كوت او سنجل كوت، بس انا طبعا في الارقام مش بحط المساله دي. يا رب اكون وفقت في توضيح المعنى ده. قبل ما اختم السيشن كان في كام نقطة كده بخصوص وات هابن اف اي فورجيت بريك. لو انا نسيت البريك ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان اهو if you forget a break then the script will run from the case where the creator is met. يعني هيمشي برضه لما يلاقي ان الكريتر مت، يعني الشرط اتحقق. And will run the case after that regardless if the creator was met. خلاص يعني ايه؟ هيكمل برضه حتى. طب يا عم الكريتر مت، يعني انت لقيت اللي انت بتدور عليه، برضه هيرن ويكمل ومالوش دخل خالص بمساله ان انت لقيت القيمه. ديت الحاله. الحاله الثانيه كان اي بوت ذا ديفولت بتوين كيسز. يعني انا ممكن يكون في المثال انا اهو هنا ده انا بقول لك ان الديفولت اوبشنال، يعني تحت انا في المثال الثالث بتاعي انا ما حطيتش فيه اوبشن ديفولت خالص. يعني هي اساسا اوبشنال. هنا انا حطيت ديفولت بس في الاخر. انا ممكن احطها في الترتيب بره، يعني ممكن احطها في النص
هاخدها بكارت واحطها في النص مش مشكله. جافا سكريبت بتبتدي تعمل ايه؟ بتدروب باك الكلام بس وبرده بتماتش يعني عادي ما فيها اي مشكله. يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.